دليل دكتور عباس على احنا بدأنا زي ما حضرتك بتقول، هم بدأوا يوم 11 بس اختاروا مصر يوم 26 طبقا لبيان الخارجية امبارح. هي الحقيقة هم اتأخروا كثيرا في الإعلان عن التخزين، لأن الصور الفضائية واضحة. احنا لما وصلنا يوم 11 وجدنا ان المخزون بتاع يوم 11 هو نفس المخزون، أعلى مخزون العام الماضي. بعدها على طول بيبدأ المياه في الزيادة، وهنا يبدأ التخزين الثالث. وبالفعل احنا بنتابعه يوميا من خلال الصور الأقمار الصناعية. فإن إثيوبيا تبلغ مصر يوم 26 وهي بدأ قدامنا دكتور عباس، أنا عايزك تشرح لنا، اتفضل. هنا يعني دي بتبين بحيرة السد النهضة. في العام الماضي لما كانت يعني المياه عبرت الممر الأوسط، وده كان أعلى تخزين العام الماضي. التخزين اللي هو يوم 11 تقريبا زيه بالظبط، وبالتالي أي مياه بعد كده هتبقى تخزين جديد. هنا ببين نقطة للتضليل الإثيوبي. حضرتك فاكر مدير سد النهضة لما أعلن في مايو الماضي أن التخزين ده قد هو لا ينكر أنه هو هيأثر على مصر والسودان، وقال أن التخزين الثالث هيبدأ في أغسطس ويستمر لسبتمبر. وقلنا الكلام ده غير منطقي، لأن الأمطار بتيجي في يوليو. وأين تذهب أمطار يوليو؟ والتخزين الآن، وإثيوبيا أرسلت خطاب وقالت فيه أن التخزين مستمر الآن. فإزاي لما مدير سد النهضة قال أن التخزين هيبقى في أغسطس وسبتمبر في إطار الدعاية بتاعتهم؟ هل هنا يعني بقى في تضارب؟ لا، هنا يعني في البيانات حتى يعني أيامها أنا قلت ربما عدم خبرة، لأن الأمطار بتبدأ في شهر 7. أين تذهب أمطار شهر 7؟ ولو شفنا الأمطار الشهور هنلاقي شهر يوليو كمية المياه في يوليو 7 مليار متر مكعب. هل دكتور عباس بصراحة الملأ الثالث كانوا مقررين هذه الكمية ولا كان عندهم بعض المشاكل؟ لا، ده كان مقررين من العام الأول. التخزين الأول كان المفروض يبقى 18.5 مليار متر مكعب. خزينه 5 مليار فقط، اللي هو 2020 2020. فخزينه 5 فقط. العام التالي 21 كان هدفهم تكملة التخزين ل 18.5 مليار. فخزينه 3 فقط. مع الخمسة الأولى يبقى إجمالي 8 مليار. ادعوا أن التخزين اكتمل ب 13.5 مليار، وأن الإجمالي يبقى 18.5 مليار. وهذا غير صحيح، لأن لما نرجع لكمية الأمطار في شهر 7 الكمية بالكامل 7 مليار. هو بدأ التخزين يوم 4 وتوقف يوم 18 لأن المياه عدت من فوق السد. يعني خد تقريبا 15 يوم. إزاي خزنت 13.5 مليار من إجمال الشهر كله 7 مليار فقط؟ فإذا هنا اتضح تماما اللي هو هنا بيبقى خطاب موجه للشعب الإثيوبي جوه بالظبط. هو عايز يبين، يعني هو ما خزنش اللي كان عايزه، ما كانش. وبالتالي هو بيأمل هنا. دي المراحل دكتور عباس اللي قدامنا، دي الصورة. يعني هنا مراحل تطور التخزين. البحيرة في التخزين الأول والتخزين الثاني. والتخزين الثالث طبعا هو لسه ما انتهاش. أمامه عدة أيام حسب الارتفاعات اللي هم احتمال يعني في الغالب قد يصلوا إلى منسوب 595 متر. وده معناه 13.5 مليار متر مكعب إجمالي. وعنده 8 من السنوات من السنتين الماضيتين. يبقى التخزين السنة دي بحدود من 5 الى 6 مليار. يعني هو كل اللي هيبقى موجود 13.5 مليار. 13.5 مليار، وهذا التخزين هو التخزين الاصلي لسد النهضه طبقا للدراسه الامريكيه. لكن زيناوي لما اراد ان يبقى عايز اكبر سد في افريقيا عمل السد المقوس اللي باللون الاصفر المقوس ده. لان ده وادي المياه بتتجه ناحيه الوادي. عند تخزين 14 اللي هو قريب مننا اللي هو الاصفر المقوس اللي على اليسار. هذا السد هو المسؤول عن حجز المياه اعلى من 14 مليار. لان الامريكان وقفوا عنده، لان عند 14 مليار المياه هتدخل الوادي وترجع للنهر من خلف السد. فقالوا خلاص السد ما يزيدش عن كده لا ارتفاع ولا سعه. لكن زيناوي لما اراد ان هو يكبر السد كان لابد من غلق الوادي. وقفلوا الوادي بهذا السد المقوس. وهو مقوس لان لو تشوفوا اللون الاخضر الغامق اللي هو مناطق مرتفعه. فهم تتبعوا الصخور العاليه وكملوا عليها. وهذا التقوس فيه خطوره شديده لان هو مقعر في اتجاه المياه. معنى كده ان ضغط المياه ممكن يؤثر عليه، وده سد تراكمي ممكن يؤثر عليه وده من اخطر المناطق. يمكن سد الخرسانه اقوى.
أقوى. لكن هذا السد أولا هو اللي هو بتصف حضرتك بالسد الاحتياطي ولا مش احتياطي؟ لا هو مش هو هو الاثنين لابد منهم مكمل يعني مكمل. بنقول من غيره سد النهضة لا يخزن أكثر من 14 مليار متر مكعب.